انا شو اسوي بالموازنه؟ اشتري دواء والولد يبيعون مالت الوزاره بالحرفيه. ما كان قد ذكرتيه حضرتك ان الدواء مكتوب عليه مستورد لوزاره الصحه ينباع بالحرفيه. نعم هذا مثبوت. انا خليني هنا. صحيح. نعم سيد. احنا كل الامراض المزمنه اي موجوده. شفتي كل بعينك بما بيها بما انه طبعا هذا كلام يعني مو واحد واثنين. احنا مو واحد واثنين المرضى بهذا الموضوع وجروبات كامله. احنا دكتور هذا الحكي مو بس ادويه اطفالنا، حتى الامراض السرطانيه والامراض المستعصيه. لعلمك اكو مشكله بعد اكبر. انت تخيل احنا الادويه من تجي وتصرف مثلا للمرضى لمدينه الطب، تدري انت كل المحافظات ممكن يحولوها على مدينه الطب وامراض اكو في تزايد، لا اكو اليه تحسب عدد المرضى، ايش قد ادويه اللي يحتاجون؟ الادويه تكفي لو ما تكفي، التعاقد على الادويه اللي يصير، انا اليوم اسوي لي عقد لمده 12 شهر، يعني يجددون العقد هذا كله وقت، هذا هسه احنا بالمناشدات اللي صارت استجابوا يعني السيد رئيس الوزراء وخلى التعاقد يصير لمده سنه ونص حتى يغطي هاي الفتره. احنا مشكلتنا وين؟ تخصيصات وزاره الصحه غير كافيه بالموازنه لتغطي ادويه اطفالنا. اخوي هذا غير المعالي انت هذا المعالي. خليني بس من فضلك دقيقه واحده. سيد صالح الحسناوي انا ما عهدتك هكذا لانني قد عاشرتك وكنت على تواصل معك بالدوره الاولى. هسه انا ما اعرف انت ايش غيرك. يعني شعطلك شبطاك يا حسناوي؟ رئيس وزراء يستجيب للناس الموضوع وانت ما تدري الموضوع وما بي الموضوع وما بي يا معالي الوزير لازم تسمع اصوات الناس. انا هذا الموضوع للمره الثانيه عرضه بالبرنامج وللمره الثانيه تصرخ الناس. الله يحفظك. انت ليش ما تستجيب؟ ليش ما تستجيب معالي الوزير؟ شنو السبب؟ واعيد عليك قولي انا مستغرب منك. هاي حقوق ناس، اطفال مرضى. شنو تطلع الدواء؟ تقدر تجاوبني معالي الوزير؟ الدواء مستورد لحساب وزاره الصحه يطلع للحارثيه. أسراء البرزنشي وياي على الهواء وتليفونها موجود. بمعنى يا معالي الوزير الوزاره دا تنباق ودا ينباع الدواء بالحارثيه؟ تدري لو ما تدري؟ ما تدري. هسه دريت معالي الوزير. نعم استاذي فاضل، الموضوع اكبر من سيابه الوزير، الموضوع بالمخصصات. اذا الدواء توفر بالمستشفيات بعد ماكو فائده او احد يجي يسرق هذا الدواء ويبيعه. الدواء اذا توفر بعد المرضى ليش تروح تشتري من الحارثيه؟ انا اليوم اذا سويت يعني شلون اكبر من المعالي اخوي؟ يعني شنو اكبر من المعالي؟ يما فدوى لعينك. خلينا 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 خدمه حجيه. الدواء مستورد ونباع بالحارثية. الدواء الوزارة الصحة شو وصل الحارثية؟ عوفي للبرلمان. أنا سولف على هاي الدقة. قرأنا الموازنة واشترينا الدواء وحطيناه بالوزارة. نعم. ونباع بالحارثية. نعم. ليش هي بالموازنة لو بالحرامية؟ إذا توفر الدواء بالمستشفى بعد من يروح يشتري من الحارثية أستاذ؟ هم اللي هو الدواء بالحارثية أسراء. الدول بالحارثية مو مال الوزارة؟ لو لا مو تقول من الباقة؟ أكيد. من الباقة؟ أكيد. من الباقة؟ أي أكيد. من الباعة؟ أنا شو أسوي بالموازنة؟ أشتري دواء والولد يبيعون مالت الوزارة بالحارثية؟ شو أسوي بالموازنة؟ أستاذ لو كانت أكو لو كان الدواء يكفي المرضى ما كان راح للحارثية ونباع الدواء. عموما إحنا نطالب سيد رئيس الوزراء الموقر أبو مصطفى العزيز مثل ما استجابت لهذه السيدة ولنداءاتهم، الآن نفس السيدة تقول لك وهذا تليفونها يقول لك الدواء دا يجي دا ينباع بالحارثية. هسه اللي يحكي شاهد وياه، الشاهد موجود، والمعالي الوزير بلكي الله يلتفت علينا وبلكي الله المعالي يقول يابا نفتح تحقيق ونشوف الدواء شو وصل للحارثية.